تعالوا نتكلم على جلطة سراي. النهارده يصحى من النوم يقول لك هفعل عقد مصطفى محمد عشان جاب جون الماتش اللي فات وتعادل. يجي جلطة سراي يتغلب الماتش الجاي يقول لك مش مفعلين عقد مصطفى محمد. يجي مصطفى محمد يجيب جون يقول لك تفعيل عقد مصطفى محمد. صح ولا انا بتكلم غلط؟ يعني لو انا بتكلم صح او غلط قولوا لي، لو انا بتكلم صح او غلط قولوا لي. فالموضوع بتاع جلطة سراي، هم واخدين قرار جلطة سراي وبيلعبوا الزمالك. القرار اللي جلطة سراي واخداه، المعلومة اللي عندي ان هم هيفعلوا عقد مصطفى محمد لو ما قدروش يستفيدوا بيه في جلطة سراي، هيتباع في فرنسا وهيكسبوا فيه. هيتباع وهيكسبوا فيه، ده القرار النهائي اللي جلطة سراي واخداه. انما هم بيقعدوا يلعبوا الزمالك، هنشتريه مش هنشتريه، هنفعل مش هنفعل. هم بيقعدوا يلعبوا نادي الزمالك، وهو نادي زي ما بيقولوا كده في التعليقات نادي شمال، نادي شمال. طيب تعالوا بينا ندخل على اين، يعني انا هسأل اسئلة بقى. انا مش هخبط بايدي دي عشان ايدي دي تعباني شوية، فانا هسند ايدي كده بالراحة مش هتعصب، وانتوا تردوا عليا. فين الناس اللي كانت المفروض تتكلم على تجديد علي معلول؟ علي معلول لسه ما جددش، علي معلول اللي حط الزغلول. فين الناس اللي بتتكلم على تجديد علي معلول؟ علي معلول زيه زي اشرف بن شرقي، يحق له التوقيع في شهر يناير لاي نادي. فين الناس المحترمه، الناس اللي عندها دم، اللي المفروض يتكلموا على علي معلول؟ فين؟ طارق حامد وزيزو تم استبعادهم من منتخب مصر. ايه اللي حصل؟ يعني هل اللي حصل ده زي اللي حصل ساعة قفشة ومحمد شريف؟ عرفتم ان انتم شوية اعلاميين بتوع مصاطب؟ عرفتم ان انتم شوية اعلاميين بتوع مصاطب؟ عرفتم ان انتم ناس مش محترمة؟ عرفتم ان انتم ناس قد كده؟ عرفتم ان انتم ناس قد كده؟ فين الكلام على علي معلول؟ فين؟ فين اللطم؟ كنت بتلطمه زي الولاية، عارف الولاية كده لما تقعد يلي وي وتقعد تلطم وتخبط على وشها؟ انتوا كنت بتلطمه زي الولاية عشان شريف وقفش، اعلاميين وشعرهم ابيض، اعلاميين وشعرهم ابيض، اعلاميين وعندهم بيشتغلوا في برامج كبيرة، بس انا مش مستنضف اقول اسمائهم. الندب يا لهوي على قفشة وشريف. طب طارق حامد ست سنين اساسي في منتخب مصر، ست سنين اساسي في الزمالك، مش شريف وقفشه بتوع اول امبارح، لعيبه حلوه وبالذات قفشه، بس بتوع اول امبارح. يعني من سنتين ما كنتش تسمع عن شريف وقفشه، من سنتين ما تسمعش عنهم. انما طارق حامد ده حضرتك ده ست سنين في منتخب مصر، يعني طارق حامد ده مثبت رجله في المنتخب قبل محمد صلاح، ومحدش بيتكلم عليه. زيزو افضل وينج سنتين، السنه اللي فاتت والسنه دي، احمد سيد زيزو. يا عم ما تاخدهمش ودي رؤيه مدير فني، احترم مدير فني، بس فين الناس بتاعتنا اللي بتتكلم، اللي قالت نفس الكلام على محمد مجدي قفشه وعلى محمد شريف؟ مفيش ولا حد هيتكلم. طب فين وكيل جونيور اجاييه اللي اشتكى الاهلي؟ فين؟ كبر دماغك، كبر دماغك. طيب تعالوا ندخل على، خلاص الواحد تعب من كتر الكلام، الواحد تعب من كتر الكلام. الناس دي بقت عندها من البجاحة وقلة الادب اللي هي بتتعامل بيها مع جمهور نادي الزمالك، بقى عندهم من البجاحة. نايمين صح بن شرقي، نايمين صاحيين باشرف بن شرقي. طب اسال يالا يا محترم على علي معلول؟ لا، يبقى انت مش محترم، يبقى انت مش محترم. بعد الشر يعني لو انا راجل اعلامي وبتكلم على التلفزيون وجبت وكيل بن شرقي هجيب وكيل علي معلول، جبت وكيل
الحجاز هجيب وكيل يبقى جايين. اتكلمت على محمد شريف وقفش وقعدت طلطم وامسك المنديل كده اقول يا لهوي، همسك المنديل على طارق حامد وعلى زيزو اللي هم اهم من شريف وقفش. تعالوا ندخل على واحد، تعالوا ندخل على واحد انا عندي معاه مشكله، بشوفه بتعصب، بشوفه بتضايق. انسان بالنسبه لي يعني هو انسان فاشل، هو انسان عدو لنادي الزمالك، هو انسان بيكره نادي الزمالك، هو انسان بيفضح نادي الزمالك، هو انسان بيهين نادي الزمالك، بيطلع اسرار الزمالك، وهو واحد اسمه طارق جبريل. واحد اسمه طارق جبريل هو مدير مالي بتاع الزمالك مؤقت، يعني جايبينه كده مؤقت. المفروض ان الراجل ده عنده عداء شخصي مع مرتضى منصور، بينام وبيحلم بيه، بينام وبيحلم بيه. يهدى شوية علينا طارق جبريل، ينام ينام ينام، وأول ما بيشوف، خدوا بالكم الكلام ده لأن أنا بتكلم كلام ما بين السطور أنت المفروض تفهمه، مش هقدر أقول لك على الهوا كده كل حاجة بصراحة. فهو إنسان بيشوف رقم أحمد شوبير على الموبايل بتاعه يرد على طول، تحديدا احمد شوبير تحديدا. وطلع علينا امبارح، احنا كنا مرتاحين منه بقالنا فتره وما كناش بنشوف وش سعادته بقالنا فتره، يعني انا كنت مرتاح منه بشكل شخصي. يعني هو طالع علينا امبارح، احمد شوبير جابه، تعالى اقعد على التليفون قدامي قول لي بقى ايه اخبار تجديد اشرف بن شرقي. هو ماله يا شوبير؟ ده مدير مالي، هو ماله؟ هو عضو مجلس اداره مثلا؟ هو يعني هو اللي بيتفاوض؟ هو اللي بيتفاوض؟ هو المتحدث الرسمي؟ لا، ما انت بتتكلم مع ليه؟ وانت اصلا طالع مع شوبير ليه؟ شوبير ده راجل عدو للزمالك. اقولها لك تاني؟ اقولها لك تاني؟ ليه شيكابالا ما بيطلعش مع احمد شوبير وسيف زاهر؟ ليه شيكابالا طلع مع ابراهيم فايق؟ مع عمرو اديب؟ ليه؟ طب ليه ليه عمرك ما هتشوف شيكابالا ضيف عند احمد شوبير؟ ولا سيف زاهر؟ ولا حتحوت؟ ولا محمد فاروق؟ ولا شادي محمد؟ ليه مش هتشوف شيكابالا؟ عشان شيكابالا عارف الناس دي كارهه النادي الزمالك. فطارق جبريل طالع امبارح مع شوبير وراح قافل معاه وطلع مع محمد فاروق. هو طبعا طارق جبريل فرحان مبسوط، ولاده بيشوفوه، بابا على التلفزيون، الناس في المنطقه عنده يا استاذ طارق مش احنا شفناك النهارده في التلفزيون بجد وكان صوتي حلو، اه ده انت شرفتنا يا استاذ طارق. هو بيحب كده، طالع يمدح نادي الزمالك، طالع بيتكلم في امور هو ما ملوش دعوه بيها، وطالع بيقول لك انا اعذر. بص بقى السم لما تحطه في العسل، جيب السم كده وتحطه في العسل، يقول لك انا اعذر لعيبة نادي الزمالك لان ليلة مباراة القمة حصل حاجات اثرت على معنوياتهم وانا مش هقدر اتكلم فيها. طب ما دام انت مش هتقدر تتكلم فيها بتتكلم ليه؟ يعني انا مثلا اطلع افتح البث واقول لكم انا عارف اسرار بس مش هقدر اتكلم فيها، امال انت طالع تهبي بيه يا محمد؟ ما دام انت عندك اسرار بس ما كنتش اتكلمت، فانت طالع بتتكلم ليه؟ انت مسحوب من لسانك ليه يا طارق يا جبريل؟ مسحوب من لسانك ليه؟ انت مالك ومال تجديد بن شرقي؟ هو انت اللي بتفاوضه؟ مش في حاجة اسمها سرية المفاوضات؟ مش في كلمة اسمها سرية المفاوضات ولا لا؟ انت مالك ومال فريق الكورة؟
ده طالع مع محمد فاروق بيقول لمحمد فاروق ايه؟ بيقول له لا مانع من انتقال اشرف بن شرقي للاهلي. ده عضو اللجنة اللي بتدير الزمالك. شفت الزمالك مخترق قد ايه؟ امبارح نعرف ان هما اتصلوا بالخطيب قالوا له للجنة الزمالك امسكوا سلموا على بيبو. بيبو خد الكاس منكم، امسك سلم عليه. ده بيبو. ده بيبو. والنهارده يقول لك مستعدين يعني ندي اشرف بن شرقي للاهلي. نعم يا اخويا. انت راجل عارف انت بتتكلم، انت راجل كبير. يا طارق يا جبريل، انت راجل كبير. عيب يا طارق يا جبريل اللي انت بتقوله ده على نادي الزمالك. انت راجل كبير. مين المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اللي المفروض يتكلم باسم نادي الزمالك؟ انا راجل، انا كمحمد يعني راجل ما كانش ليا الشرف ان انا اشتغل في اي عمل اداري داخل اي نادي يعني. بس يعني الف ب الف ب هدخل لو انا راجل مسؤول هعمل متحدث رسمي واحد هو اللي يتكلم، سواء بقى الكابتن حسين السيد، سواء حسين لبيب. هو حسين لبيب بالفعل طلع قرار وقال لك انا المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ومحدش هيتكلم غيري. هما بيكسروا القرار لان حسين لبيب شخص مش ذو شخصيه قويه، وده اختلافي معاه. لو حسين لبيب ده شخصيته قويه شويه انا هدعمه عن مرتضى منصور. لو حسين لبيب ده شخصيته قويه شويه انا هدعمه عن مرتضى منصور، انما شخصيته ضعيفة. محدش بيحترمه في اللجنة اللي معاه. وكل يومين عمرو ادهم طالع مع شوبير لاحظ ومع سيف زاهر. وجبريل ده طالع مع شوبير ومحمد فاروق وسيف زاهر. وجابوا جنش طلعوه، وجابوا كارتيرون طلعوه، ويخبطوا جنش في كارتيرون. شغل قذر. شغل قذر من قناة اون تايم سبورت. قناة الاهلي تو. قناة الاهلي تو. ومفيش راجل جوه نادي الزمالك يقدر يقول كده. مفيش راجل جوه نادي الزمالك يقدر يقول كده. فانت بتنام وبتصحى ناس عمالة بتتكلم باسم الزمالك. مرة فاروق جعفر، مرة حسين السيد، مرة حسين لبيب، مرة طارق جبريل، مرة اللي اسمه عمرو ادهم ده. نادي الزمالك مالوش صح. نادي الزمالك مخطوف، والله العظيم نادي الزمالك مخطوف. واحد بس يتكلم باسم النادي ويكون بيعرف يتكلم، مش زي طارق جبريل ده ما بيعرفش يتكلم. طارق جبريل ما بيعرفش يتكلم. يا ريت تعملوا شير، يا ريت توصلوا الفيديو ده يمكن يسمعنا ويعرف رأي جمهور نادي الزمالك فيه. انت ما بتعرفش تتكلم. انت يا طارق يا جبريل لا تفقه الكلام في اي شيء يخص نادي الزمالك. انت راجل كاره لنادي الزمالك. انت بتصفي حساباتك مع مرتضى منصور مش على حساب الزمالك. روح صفي حساباتك معاه بره، روح ارفع عليه قضيه، روح شوف عمل لك ايه ومخليك عامل كده. ايه اللي حصل ليله المباراه يعني؟ اللعيبه اتسحرت ملوحه؟ ايه اللي حصل ليله المباراه واللعيبه كانوا في معسكر مغلق؟ ايه اللي حصل ليله المباراه؟ ولا عشان ليله ما كان مرتضى منصور راجع فاللعيبة متضايقة ان مرتضى منصور راجع وده اثر على ادائها؟ عاوز تقول كده؟ وهو ده اللي هو عاوز يقوله. انا بجيب لكم بقى كلام هو بيقول لك في حاجات اثرت انا مش عايز اقولها. لا انا هقول لك انت تقصد ايه. انت تقصد ان هم اللعيبة متضايقين ليلة المباراة عشان هيلعبوا النهاردة هيلعبوا ماتش الاهلي وبكرة مرتضى منصور راجع، فاللعيبة نفسيتها تعبانة واتغلبت خمسة عشان خاطر نفسيتها تعبانة. طب لعيبه الزمالك بذمتكم ودينكم اللي كانوا بياخدوا مستحقات في مواعيدها، اللي كان عندهم رئيس قوي بيدافع عنهم وبيجيب لهم حقهم، لعيبه نادي الزمالك زعلانه ان مرتضى منصور راجع؟ ده احنا في زمن هزل مش عارفين واحد رجاله كبار، رجاله كبار، حسين لبيب والاستاذ الاتريبي والاستاذ هاني بيرزي وجبريل ده وادهم ورجاله كبار، ومن المفترض انكم تكونوا عندكم حكمه. واحد بس اللي يتكلم باسم نادي الزمالك. بتشوف حد بيعمل كده في الاهلي؟ المدير المالي بيطلع يتكلم بتاع الاهلي؟
المدير التنفيذي بيطلع يتكلم، هو واحد بس اللي بيتكلم، هو واحد بس اللي بيتكلم. احنا كجمهور نادي الزمالك قرفنا منكم، ويا ريت لو انتم تسمعونا، انتم قاعدين مع الوزير النهارده، يا ريت تمشوا، احنا مش عاوزينكم، ولا عاوز ولا جبريل ولا عمرو ادهم، احنا مش عاوزينكم. انتم مستلمين تركه من مرتضى منصور، ضيعتم اللعيبه، ضيعتم لعيبه القدم والباسكت واليد، ضيعتوهم. اللعيبه دي بتاعت مرتضى منصور خدوا بطولات، انتم ضيعتوهم، ما حافظتوش على التركه بتاعت مرتضى منصور وضيعتوها. فاحترموا انفسكم وامشوا. جمهور نادي الزمالك مش عاوزكم، او الاغلبيه من جمهور نادي الزمالك مش عاوزينكم. لا نمانع في انتقال بن شرقي للاهلي. يا حلاوتك يا حلاوتك يا جمالك يا طارق يا جبريل. النهارده قعدت اتفرج على اول ربع ساعه من ماتش الزمالك والاهلي، عايز اعرف فيه ايه، لان اول ربع ساعه دي هي اللي فيها السر. اقسم لكم بالله، وهات الماتش، هات الملخص بتاع الماتش واتفرج عليه، اقسم لكم بالله العظيم الزمالك ما كانش وحش. الزمالك بدأ المباراه والاهلي في نص ملعبه، والزمالك كان اخطر، الزمالك كان هو الاخطر، اللعيبه بتنقل كوره ايه اللي حصل النهارده؟ في فيديو مشيره من احدى الصفحات، يعني شيرته عندي على صفحتي، ما بحبش اتكلم في الكلام ده، بس انا بقول لكم اللي حصل في الفيديو، وانتوا قولوا لي مين اللي شافه وقولوا لي تعليقاتكم. يعني محمد مجدي قفشه وهو خارج من الملعب رمى، كان ماسك حاجه حمراء في ايده وهو خارج من الملعب راح راميها، فالناس بتتكلم ان ده سحر. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش هل ده سحر، ما اعرفش هل ده مش سحر، ما اعرفش، ما بحبش اتكلم في الكلام ده. ولكن ايه اللي خلى لعيب كوره ماسك حاجه حمراء ويرميها وهو خارج؟ الفيديو موجود على صفحتي على فيسبوك، والصفحه موجوده في صندوق الوصف، ادخل اعمل لايك ومتابعه للصفحه واتفرج على الفيديو. طب ايه اللي كان ماسكه في ايده ورماه؟ ما اعرفش، هل ممكن تكون حتة قماشة عادية يعني كانت واقعة في الملعب؟ ممكن. طب ايه اللي هيجيب قماشة في الملعب؟ معرفش، معرفش. فانا ما بحبش اتكلم في الكلام ده، انا ما بحبش اتكلم في الكلام ده، بس قولوا لي انتم رأيكم ايه يعني في احداث المباراة وفي البتاع الحمراء دي. هل دي حاجة مجدي قفشة يعني كان واخدها لقاها في الملعب وخرجها بره حته القماشه دي الحمراء اللي رماها من ايده دي؟ معرفش، الله اعلم، الله اعلم. صفحتي على الفيسبوك اسمها بعد الماتش. والله يا يوسف انت بتقول بلاش الكلام ده، انا بسال، انا بسال، يعني انا بسال، ده ايه؟ معرفش، انا ما بقولكوش سحر، انا ما بركزش في الحاجات دي قوي، بس انا بقول لكم عرفوني، لان انا جاهل باللي حصل، عرفوني ده ايه، بس عرفوني ده ايه. فممكن يكون لاصق طبي، ممكن تكون حته من التيشيرت اتقطعت، الله اعلم، الله اعلم. انا يعني انا ما بحبش اتكلم في الكلام ده. كارتيرون وقع عقد مع وكيل خليجي، كارتيرون وقع عقد مع وكيل خليجي. طب يعني ايه الكلام ده يا محمد؟ هو مش موقع 3 سنين مع الزمالك؟ طب هو ليه وقع عقد مع وكيل خليجي؟ يعني هو كده ناوي يمشي يروح الخليج؟ لا أعلم. انت عندك اداره؟ لا، خلاص اسكت. ماشي يا محمد، بس احنا يا عم انت عندك اداره تحاسب وتشوف المدرب وتعمل عقد قوي عشان ما يقدرش يهرب تاني انت عندك إدارة يا محمد؟ لأ، خلاص اسكت، حط لسانك في بقك واقفل بقك واسكت ما دام ما عندكش إدارة. حاضر، حاضر. طيب،
ده بالنسبة لكارتيرون. عاوز اتكلم على مباراة مصر وانجولا، هتكون يوم الجمعة، هي المباراة في انجولا هتكون يوم الجمعة اللي جاية الساعة 9 مساء. مباراة مصر وانجولا عشان الناس اللي سألتني هتكون يوم الجمعة اللي جاية الساعة 9 مساء. ده بالنسبة للمباراة بتاعة مصر. موضوع بن شرقي على السريع كده، هو الموضوع واقف ومقفول، هو ماسك في طلبات والزمالك ماسك في طلبات، اوكي انا ما عنديش مشكلة، بس اتمنى يكون الزمالك هو الفعل مش رد الفعل. اتمنى يكون نادي الزمالك لا يرضخ للاعب يقعد يلعب بيه، يعني اتمنى من نادي الزمالك يكون هو الفعل وليس رد الفعل. اتمنى من نادي الزمالك ان يكون كلمته كبيرة، اتمنى من نادي الزمالك انه مرة واحدة يعمل حاجة صح، يعمل حاجة صح. مش هتجدد، اوكي اقعد على الدكة شوية، اقعد على الدكة شوية، احنا كده كده يعني انت حضرتك السنة دي بادئ مش مركز خالص، زي احمد سيد زيزو ما كانش مركز، لما جدد ركز. فاستأذنك اقعد، اقعد احتياطي، اقعد احتياطي. تعالوا بقى نتكلم على اخر حاجة، اخر حاجة مفيش حاجة تاني. تعالوا نتكلم على طارق حامد. طارق حامد اتكلمت معاكم وقلت لكم كل لعيبة نادي الزمالك ما عندهمش مشكلة في التجديد، كل لعيبة نادي الزمالك بما فيهم طارق حامد، ابو جبل، بن شرقي، لا مش بن شرقي سوري، مصطفى فتحي، عبد الله جمعة، عبد الشافي، كل لعيبة نادي الزمالك ما عندهمش مشكلة في التجديد. المسؤولين مش قعدوا مع طارق حامد، عارف انت جلسة، يعني جلسة خاطفة كده، اتكلموا. فطارق قال لهم عندي عروض كبيرة جدا وعندي عروض قوية جدا، وجاب لهم يعني اللي يدل على صحة كلامه، التليفونات بقى وانتوا عارفين الرسائل والواتساب قال لهم انا عندي عروض كبيرة جدا، بس انا مش همشي من نادي الزمالك، انا مش همشي من نادي الزمالك، بس محتاج حاجتين. انا بقول لكم الحوار اللي دار حرفيا، بس انا محتاج حاجتين. الحاجة الاولى من حقي اكون اغلى لاعب مصري في الفرقة، من حقي، وانتم شايفين الناس بتتكلم عليا ازاي، انتم شايفين اخلاصي في الملعب، انتم شايفين انا بعمل ايه، من حقي اكون اغلى لاعب مصري موجود في الفرقة. والحاجة التانية اللي قالها، قال انا ليا مستحقات من الموسم الماضي لسه ما خدتهاش، فانا مش همضي على عقد جديد الا لما اخد مستحقاتي القديمة. طارق حامد في الموضوع الاولاني اتفق معاه تماما، طارق حامد يستاهل يكون اغلى لاعب مصري موجود في الزمالك، وطارق حامد مسؤولين نادي الزمالك شبه اتفقوا مع طارق حامد على التجديد 3 سنين، السنة بعشرين مليون جنيه، السنة بعشرين مليون جنيه، اعتقد هتبقى شاملة ضرائب، يعني ممكن بعد الضرائب توصل صافي 15 16، 15 16.